في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، المجد والخلود لشهداء الوطن، والتحية والإجلال لكل المناضلات والمناضلين والبطلات والأبطال القادوا التغيير، واجهوا كل الانتهاكات من النظام السابق. ما زلنا في طريقنا لإكمال الدولة المدنية وتحقيق مبادئ الثورة: حرية، سلام وعدالة. الهيئة النقابية لأطباء السودان من المملكة المتحدة كانت وما زالت مشاركة في عملية التغيير الديمقراطي في السودان على مدى 30 عام السابقة، وده بيجي من إحساسنا بدورنا والتزامنا تجاه السودان وتجاه الخدمات الصحية. فالهيئة النقابية لأطباء السودان من المملكة المتحدة ما زالت تنادي بأن الخدمات الصحية هي حق للجميع، ويجب أن تكون مؤهلة وشاملة وممتدة في جميع أنحاء السودان. في خلال الثورة الهيئة النقابية يعني كانت مشاركة مع عدد من مهاجري السودانيين، ما بس في المملكة المتحدة وإنما حول العالم، ونقلت الصوت والصورة والأحداث والانتهاكات التمت في السودان ضد المتظاهرين السلميين، والانتهاكات ضد زملائنا الكوادر الصحية دكتور بابكر ودكتور محجوب وعدد كبير جدا من الأبطال. أيضا كان في الدعم هو المادي لراتبك علي للأطباء والطبيبات، شاركوا في أطول إضراب عن الحالات الباردة في أثناء الثورة السودانية، وبرضو مشاركة في هو إعداد صندوق الطوارئ اللي كان مهم جدا عشان ما يتم إنقاذ المصابين أثناء التظاهرات السلمية في أثناء الثورة. كذلك الهيئة النقابية لأطباء السودان شاركت بصورة فعالة في عدد من المكاتب في تجمع المهنيين، وأيضا في أنها توصل الصوت ما فقط في المملكة المتحدة للخارجية البريطانية وللبرلمان البريطاني وللإعلام البريطاني وللنقابات البريطانية، ولكن أيضا للأمم المتحدة، منظمة حقوق الإنسان في جنيفا، في بروكسل اللي هو البرلمان الأوروبي، في نيويورك، وقدمت كثير من الأنشطة اللي هي كان الهدف منها إنها تنقل بمصداقية ما يحدث في الداخل. كل ده كان من حس إنه ده واجب ويجب إننا نعمله، لأنه أخواتنا وأخواننا في السودان كانوا بيواجهوا الرصاص والاحتقالات والانتهاكات. وبالتأكيد الهيئة النقابية كانت من الأجسام يعني دعمت وجود المرأة السودانية في المقدمة وفي مشاركة من أجل التغيير. ما زلنا علينا واجبات يجب أن إننا نستمر فيها في المرحلة الانتقالية وفي تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية اللي من أجلها قامت الثورة السودانية. يا هو يا بس احنا شعبنا مدرستنا يا
ياهو يمنا ياهو يا بس كل بيدي كل بيدي كل بيدي شهادة الميلاد يا بس كل بيدي للدمار كل بيدي للصلابة كل بيدي للصلابة حكومة وبين عصابة احنا شعبنا مدرستنا يا هو يا هو يا بس احنا شعبنا مدرستنا يا هو يا أمة يا هو يا بس كل بيدي كل بيدي كل بيدي شهادة الميلاد يا بس كل بيدي الصلابة كل بيدينا الصلابة كل بيفرق بين حكومة حكومة بين عصابة احنا شعبنا مدرستنا يا هو يمه ويا هو بس احنا شعبنا مدرستنا يا هو يا هو Thank you.
Sudan redeemed by ICC. Peace and justice for Sudanese. Peace and justice for Sudanese. Peace and justice for Sudanese. جماهير الشعب السوداني المتجمهرة هنا في لندن نيابة عن أسر المعتقلين في السودان أحييكم وأحيي وقفتكم اليوم وإن شاء الله إن شاء الله منتصرين وتسقط تسقط وشرطة مهووسة يا شعب كتب منشور لابد من ثورة سميها زي ما تكون خليها للأيام سيدك حبيب الروح مذكورنا في الأحلام في بوري والميدان التاجة شو الجيزان لما تيرا تعبان كان أحزاج الوقان طوالي واليابان لقد فات العوان على الشعب العطان في المدس وفي الضمان تسقط بس ونرجع السودان تسقط بس ونرجع السودان على أجنحة الفجر ترفرف فوق أعلامك على أجنحة الفجر ترفرف فوق أعلامك من بينات أكمامك تطلع شمس عراسك من بينات أكمامك تطلع شمس عراسك يا شعب لهبك ثورتك يا شعب لهبك ثورتك تلقى مرادك والفينيتك انت تلقى مرادك والفينيتك عمق إحساسك في حريتك عمق إحساسك في حريتك يبقى ملامح في زريتك يبقى ملامح في زريتك
الصبح كلامك عطر انفاسك يا شعب اللهبك ثوريتك يا شعب اللهبك ثوريتك انت تلقى مرادك والفينيتك تلقى مرادك والفينيتك عمق احساسك في حريتك عمق احساسك في حريتك يبقى ملامح في زريتك اه يبقى ملامح في زريتك صحة حق للجميع وهي من زي ما بقولنا من حقوق الإنسان إنه زول يكون عنده صحة ويقدر يتعالج زي التعليم وزي حق الحياة فدي من الحياة اللي ثبتناها ومن الحياة اللي إحنا هنعمل على إنه أول ما النظام ده يسقط إنه يكون فيه نظام صحي جيد بجودة عالية ونظام صحي الناس تقدر تراجعه وإنه المواصلين يقدروا في كل حتة إن شاء الله يقدروا يوصلوه إنه العالم كله ماشي بإنك إنت يكون عندك معلومات دقيقة وتتعامل مع المعلومات دي بشفافية عالية تملك المعلومة لكل العاملين في المجال وفي نفس الوقت تخط لهم سيستمز أو أنظمة لمراجعة دقيقة لهذه السياسات ولتطويرها عبر السنين.
عقد في مدينة لندن مؤتمر السيادات الصحية البديلة والخطة الإسعافية لما بعد إسقاط النظام بمبادرة من نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة ومشاركة وإعداد من نقابة الأطباء الشرعية لجنة الأطباء المركزية الاستشاريين والاختصاصيين نقابة الأطباء السودانيين بكندا تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا نقابة الأطباء السودانيين بإيرلندا لجنة الصيادلة المركزية تجمع الصيادلة المهنيين التمريض السوداني تجمع أطباء الأسنان السودانيون التعليم الجامعي والتدريب والتأهيل. هذا المؤتمر هو تتويج لجهود متواصلة في خلال الثلاث عقود المنصرمة. صادف هذا المؤتمر ذكرى أبريل المجيدة وأيضا صادف ثورتنا السودانية العظيمة المتواصلة والمنتصرة بإذن الله. لقد أعلن الإضراب العام الآن في السودان والاحتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ما زال متواصلا منذ الأمس. مات بدور سودان وبنات بدور سودان قامن وزغردن إن زغردن للمات وزغردن للعاش بزغردن للبين في غرفة الإنعاش وسوداننا برضو بموت بيزيف دقين غشاش كاتناه وفرقتنا ما بيقتلوا الرشاش حالفين حنبنيه نبني ونحفر الساس شبابنا ناس حار والحارة ما هي دواس الحارة في عروقنا وقالوا العرق دساس عروقنا مليان مليانة بالإخلاص مليانة حنية مليانة طيبة ناس مبيضة النية ملمات بدور سودان والأرض هي الدية بدل الدماء في نماء وآخر العلاج كية وخلاص كفانا الموت نبنيه بالأفكار نسمع بتتعمر في نشرة الأخبار نبداها من نموذج نوصل ربوع سنار أو نبدأ من حلف وبلد الحديد والنار يقولوا كردافة بيعمروا في دارفور وجاييك يا كسر أصلوا العمار في الدور وشوفوا على الحلة جارين على الطابور شايل معاه وحلم وفي الشنطة شاله فطور بيسأل شليل وين راح يلقاه بيعمر بيزرع في مزرعته ما بخاف من التمساح مليل وإن طول لابد يعقبه صباح فاركت شام بلدي وهسه الضمير مرتاح طيب شليل وينه قاعد مع أصحاب في الحلة بيغني للسودان ما الأرض أبوه وامه دم اللي راح دمه هم الوطن همه اتنفضوا همه بيدوروا يحموه طيب سلاحك وين قال لي عودي وناي ما سمعت يا أخي غناي بغني لي أرضي الماضي حاضر وجاي حتى الشهيد المات بيغني برضو معاي فارقنا بجسد بالصوت وسامع وحداي بغني للماضي كيف انسى يا اخي الفات كيف انسى ماضي حزين واخويا هو المات فارقنا شان نيلين بجرن وعطشانات سلت غذاء الكون وبرضو الشعب ممكون وطيت سور جامعة وبنيت بدال سجون والشعب ما خوان ولا انتنا باليوم اولنا كان عاطل وطلع القرار باطل حكمونا بالاعدام عايشين وبنكادر حيجرجر ونجرجر حيماطلوا من ماطل يدك على يد الظلم حنهده أقطع خيوط الخوف وخيط الأمل مده وأحسن تجد براك المال جيت جد تفتح دريب للنور وقلم الظلم مكسور وأنا مت شان أعبر ما الموت جواز لعبور الموت حزن لحظات البعد كله سرور وظلمت يا أخي كتير والظلم ظاهر وبان واقف عديل ما بميل بس تقول عدبان والمات لي يا اخي اخوه ما بخاف من البومبان بنضحي بروحنا شان يسلم السودان يا سلام صوت الرصاص عالي واصواتنا بتدوي شمس الخلاص والحق ان شاء الله حتضوي الحرام
حرامية وسراقين سرقوا الشعب وغشوا الشعب. ديل حرامية، ديل كيزان، ديل أصحاب البشير، ديل كيزان سرقوا الشعب وغشوا الشعب. فاكرين الشعب غشيم، الشعب فاهم واعي. شعب السودان بألف شعب، شعب قوي، شعب عظيم، شعب متين. ما بسرقوه الحرامية، بيكسروا هم الحرامية. هيسقطوا تاني بيسقطوا تاني بيسقطوا تاني بيسقطوا. تسقط 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 حتسقط تاني. زي ما سقطت أول حتسقط تاني وحتسقط تاني وحتسقط تاني. أنا بالنسبة لي انقلاب غصر، أنا بالنسبة لي ما بالنسبة لي حاجة، بالنسبة لي كل الناس حتى في الخرطوم. دي عملية بتاعت خدعة، دي الإنغاز تو، دي عملية عن الكيزان. بفتكر إنهم مدقسيننا ما زي كانوا ما يقدروا. دي عملية دايرة وعي، يعني ما يعني حتى البيان أذيع. نحن تعودنا إنه يقولوا الجيش انحاز إلى الشعب، ده قال باسم لجنة الأمن، ثم ثاني هو وزير الدفاع، ثم ثالثا هو راجل كوز، ثم رابعا هو في إبان هذا الاعتصام. جاءوا مرقوا في الاجتماع بتاعه قال نقتل 100 الباقين بفروا. حيفروا حيفروا حنفروا الحقيقة، مش حيفروا. ثاني أنا ثاني المامك زول بيقول لبيان في حاجة كبيرة وثورة كبيرة زي دي، يقوم بيان بدون أسماء المجلس المفترض اللي هو عاوزه وبدون برنامج. وبعدين يعني نحن كنا محتاجين على حالة الطوارئ، جه عمل حظر تجول العديل. أنا بفتكر الشعب السوداني، أنا متأكدة ما محتاج توصية. الشعب السوداني والشباب الالتزام بالاعتصام، نموت نحيا. الناس ما تبلش الاعتصام، ما تفض الاعتصام، ليس في العاصمة فقط بل في كل الأغاليم. كل أغليم يقعد في أغليم ويعتصم قدام مباني القوات المسلحة. ويعني نفس الشيء التظاهر، المظاهرات، الاحتجاجات، ده كله ما بيفرق مع الناس. الناس قاعدين 4 شهور، المات مات، كتلوه كتلوه، الكتلوه بالرصاص، الكتلوه بالتعذيب، اللي اعتقلوه، يعني الناس بتستحمل سنة سنتين ثلاث ما فارق. في الآخر يجب أن نسترد ونرجع للسودان استغلاله المنهوب. الموضوع ما عمر البشير براوة أبدا، الموضوع يعني ده أقمة الفساد الحصل والدمار للبلد. يكفي أنه قتلوا الملايين في غرب السودان الحبيب وفصلوا الجنوب اللي هو كانوا بيتغنوا له الناس. فنحن بالنسبة لنا يعني أبتكر الشعب السوداني يستمر يا جماعة، ما في زول يخلي الاعتصام لا في السودان، في جميع أنحاء مدن السودان، في خارج السودان. الاعتصام الشارع بس، الشارع بس، الشارع بس. ثورة 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 ثورة. دم الشهيد ما راح لابسنه نحن وشاح، دم الشهيد ما راح لابسنه نحن وشاح، دم الشهيد ما راح لابسنه نحن وشاح. And blessings. أنا أختكم ديما محمود. I'm here in London, in Trafalgar, but I'm based in Washington, D.C. I have a message for each and every one of our youth, our sheroes and our heroes. God bless you. We're with you. Thank you for all you are doing and all you have done. Be sure you are not alone. Be 1,000% sure. Be 1,000,000% sure you are not alone. I can't speak for every Sudani, but I know the ones I'm seeing are carrying a bit of Sudan with them, and so are carrying a bit of you with them, and are carrying your message with them and sending it to the world, to wherever we are. I'm wearing this now to show that I'm here from Washington, D.C., because I'm here for work,
But when I'm free, I will find the Sudanese and I will stand with the Sudanese and we will get your message out. And when we leave, we have left our mark. We have told people to ask themselves why our revolution is not being televised. We have asked people to ask themselves why you, brave people, are not on the media. But don't worry, we're with you. Stay peaceful, stay strong, stay resilient, and stay positive, because they are scared. They are weak. We are everything. Thank you, thank you, thank you. سموكي ثورية، حين نطلع الشارع نطعن الطفل جاهل. يا شعب يا رائع، أحرق حريق الجوف، زلزل الجبال الخوف، أصل الطلب معروف، حرية بالمكشوف، حرية بالمكشوف، حرية طفل صغير، الشعب يحب الدينة، تكبر وتبقى أميرة، والحارة هي تشيلة، إيدك على إيدي، إيدك على إيدي، نلبس درع جدي، نبدأ النضال بدري، نبدأ النضال هسي، على حقنا المهضوم،
على حقنا المهضوم، على شعبنا المظلوم من ظلمة العسكر والعسكر الظالم، والعسكر الظالم سالب حقوق الناس بالنهب والرصاص. لا على الأمة لا أمي أمك، لا على الأمة لا أمي أمك. السلام عليكم ورحمة الله. المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، شهداء رمضان، وكل شهداء الحروبات التي تمت في السودان من الجنوب للنيل الأزرق لجبال النوبة لدارفور. تحية لهم أجمعين، والتحية لثوار السودان الشرفاء. العصيان المدني من يوم الأحد، من يوم بكرة، إلى أن يسقط هذا النظام، إلى أن تسقط هذه الطغمة الفاشية. بنأكد على ضرورة التزام الناس كلها بالعصيان المدني، لأنه هو السلاح الوحيد اللي بنقدر نواجه به طغمة الفاشية الموجودة إلى إسقاط النظام. الناس تلتزم بالعصيان المدني وتلتزم بالسلمية، سلاح السلمية هو السلاح الوحيد اللي يعني إحنا بنقدر ننتصر به، وحننتصر وحنحقق دولة الحرية والعدالة والسلام اللي بنسعى عليها كلنا بإذن الله. السلام عليكم، بنترحم على أرواح الشهداء. طبعا إحنا موجوعين شديد وزعلانين شديد وقلقانين على أهلنا، ونتمنى يعني الناس كلهم يكونوا بخير، وبنقول برضو السلمية بيدا كله حفظت أرواح كثيرة. لولا السلمية كان الموت حيكون أكتر، وكان حيلقوا فرصة في الثوار أكتر من كده. إن شاء الله ربنا يحفظ السودان ويحفظ أهله، ونحن قلقانين ونحن متمنين نقدر نعمل أي حاجة في يدنا يعني بيوزعنا لأنه حسن وفي القلط، يعني لأنه ما قادرين نقدم يعني زي ما هم قدموا. هم قدموا الغالي والنفيس، قدموا أرواحهم. نعزل أمهات، قلبنا معاكم. نترحم على شهداء الثورة السودانية المجيدة، ولكل الناس اللي بيكتلوا فينا لن ننسى ولن نغفر، وثورتنا دي أكيد حتنجح، ونحن في لندن واقفين معاكم وباكر نبني مضاين ضوء ما بتعكس صف الجو صفارة حرب. نشطب من قاموس الدنيا الدرب الشك الخوف، وننعم كم بالشم والشوف. And I'm sure we will succeed, we won't give up, and we have got this. Stay strong, all of the people in Sudan, all over the world, all the Sudanese people, we are standing in solidarity with you, and we are sure without a doubt, without a shadow of a doubt, that we will succeed. Who are courageous enough to have lost their lives during the protest recently. I'd just like to say a couple of lines from the song, which I think really resonate well with the Sudanese revolution. There's a light in the darkness, there's a light burning bright, showing me the way. There's a cry in the distance, there's a cry asking why. There's a road we've been traveling, we've lost so many on the way, but the riches will be plenty, worth the price we had to pay. There's a dream in the future, there's a struggle that we must win. But when we do win, I'll give thanks to my God and the Sudanese nation, because I know where I've been. There's a road. So many,
زالت موجودة، الشبيحة وختائب الظل لا زالت موجودة. ماذا فعل المجلس العسكري بهؤلاء؟ لماذا لم يقتحم المخازن التي فيها تلك الأسلحة؟ لماذا لم يحيش تلك التنظيمات؟ لماذا لم يعتقل القيادات المؤتمر الوطني جميعهم؟ إنه لم يفعل ذلك. الإنقاذ لا زالت موجودة، موجودة باستثناء عمر البشير. فجاء المجلس العسكري، هل المسجد العسكري بديل للبشير أم أنه بديل، أم أنه امتداد لنظام الإنقاذ؟ الإنقاذ لا زالت أيها الإخوة أيها المناضلون موجودة، موجودة بكل قواتها، كل رموزها، كل سياساتها. الثورة إذن لم تحقق أهدافها، لم تحقق شعار تسقط بس، لا، لن تحقق. الثورة لا تحقق أهدافها إلا من إزالة نظام الإنقاذ وتصفية نظام الإنقاذ تصفية كاملة شاملة. من سرق المداف صوب مسدسه نحو رؤوس الآلاف يحاسب. من زرع الفتنة لغما بشريا، من رج صنابيقا زور في الأصداف يحاسب. من دجل بالدين هجر في السد وفي المد، من جوع روع طفلا أسكت صوتا قطع أشجار الأبنوس، من نهب من صلب من عجل بالموت يحاسب. صوت من أمين اللحظة، إنسان مهمل وألم، هكذا حدثتنا الرواية، هكذا قالها حين صمت الآخرون. لم يعد للفرح مغنى، لم يعد للأمل انتظار. صرخات سقطت السماء، تجمعت تكاثفت تهاوت وجعا وحلما يحتضر. سواعق على وجه الحياة، إنسانية غائبة، آمال خائبة. قالوا قدر، قلنا كذب وشر. على الماء نمى البكاء، صراخ يبتلع الفرحة، فزع يغتال المرحى، طفولة غريقة ووجع أمر. والله أعظم النيل والأرض والناس الراغبون، وصغارك يتساقطون ككذب الوعود ونقض العهود. لا عصية تسند أحلامهم ولا رؤى تنير آمالهم، ولا شيء يمتد أمامهم سوى يأسهم بؤسهم وعتمة الوجود. فجأة الثلاثين سنة تحت الإنقاذ من انتهاكات ومجازر في مختلف مناطق السودان كلها اتعملت كلها في يوم واحد. يعني الأسلوب بتاع الميليشيات والكثيرات تحت الإنقاذ وكتائب القمة الوحشية واللا إنسانية شفناه في يوم المجزرة. المجزرة كانت أيام قاسية، قوات الجنجويد انتشرت في 11 مدينة في السودان، وكان في انتهاكات في الأحياء، كان في توتر، وكنا قلقين على انه كيف نتواصل مع لجان الاحياء، مع الكوادر الصحيه، كيف حيشتغلوا بامان، كيف حيكون في توفير للادويه والعلاج من غير انترنت عشان يسهل التواصل. كنا واعيين وحريصين على الدعم النفسي للضحايا، للمصابين، لاهل الضحايا، لاهل المفقودين، للكوادر الصحيه نفسها. هذه المره وانا ما قادر احدد يعني متى انشئ هذا القسم التابع للأمن داخل سجن أم درمان اللي هو بيقى معتقل للنساء، لكن عارفة إنه المعتقلات في 2012 برضو كانوا في القسم اللي اعتقلونا فيه حسدة. ده كان زمان عيادة السجن، تم تحويل عيادة السجن لمعتقل خاص بالنساء اللي هو داخل السجن، تم تحويل مكتب الطبيب، مكتب الممرض،
غرفة الغيار، غرفة الأدوية، لزنازين، 4 زنازين، وحيطة بحائط عالي جدا من كل الجهات يعني. والقسم ده بقى معزول تماما من السجن، يعني انت داخل الجزء ده من السجن او هذا المعتقل ما بتحس بالسجن حولك ولا بالحياة حولك. حيطان عالية جدا، وضيف الأربع زنازين دي، غرفة صغيرة اللي هي مكتب وفي نفس الوقت هي غرفة الأمنيات، ومطبخ صغير كلهم بيفتحوا في برندة، حوش صغير نفسه قدر البرندة دي، فيه 3 حمامات أو دورات مياه. الحيطان العالية دي يعني فعلا انت داخل هذا الجزء من السجن يعني ما عندك احساس، معزول تماما عن العالم الخارجي، لا من ناحية صوت لا من ناحية معرفة، معزول تماما من العالم الخارجي. المدخل لهذا الجزء من خلال غرفة صغيرة هي عبارة عن ريسبشن، بيكون فيه 2 من الضباط الأمن رجال، وداخل السجن في المكتب والغرفة بتاعتهم دي بيكون فوق الأمنيات. فنحن جابونا في الزنزانة 2 اللي هو 4 سراير، بقينا 10، عندنا 4 سراير ونحن 10، ففي 6 مننا كانوا بيرقدوا في الأرض ليلة نهار، ما في شبابيك خالص، ما في ضوء بيدخل نهائي. ل10 أو لأي عدد من الناس التهوية ضعيفة جدا، وخاصة إنهم في ناس كانوا مصابين بأزمة. مع الروح.